للوقوف عند تصريحات الكاظم الأخيرة حول مصير العراق والصراع بين شركاء العملية السياسية، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أستاذ كامل، مرحبا بكم. يعني من الغريب أن يتحدث الكاظمي عن إصلاح اقتصادي، معالجة ملف السلاح المنفلت، ومحاسبة قتلة المتظاهرين. تعتقد أن تصريحات الكاظمي الأخيرة كانت قريبة من الواقع نوعا ما أستاذ كامل؟ لا، بالتأكيد يعني الكاظمي قدم وجبة أكاذيب يعني ليس لها علاقة بالواقع. يعني أنا أجزم حتى الفريق الدبلوماسي المرافق له لم يكن يصدق ما يقوله رئيسهم. يعني لقتهم القاعة خالية ولم إلا عدد من الحضور يعني يحسبون بالأصابع مع فريق لا أظن أنه صدقوا ما قالوا، خاصة في كل الملفات التي يتحدث عنها في موضوع الأمان. يعني يعيد ويكرر بالحروب العبثية التي كانوا يكرروها أيام المعارضة، والآن الحروب والاقتتال والجريمة مثل ما تفضلت، الجريمة المنظمة موجودة بين كل بيت وبيت داخل المدن العراقية والمجتمع العراقي. الشيعة قبل السنة، السنة والأكراد، يعني حتى الأكراد مع أنهم فضوا اشتباكهم مع السلطات الأمنية الفاشلة الفاسدة يتلقون أشكال من التهديدات والتجاوزات، حتى وصلت بالصواريخ إلى مدنهم الآمنة. فلا أدري من أين جاء بالأمان. أما موضوع نزع الأسلحة للميليشيات والعصابات، يعني هذا كلام يعني كذبة كبيرة. الآن الميليشيات والحشود هي أقوى من المؤسسة العسكرية والجيش وبقية المؤسسات الأمنية. في الموضوع الاقتصادي يعني تحدث عن الورقة البيضاء اللي سمعنا بها الكثير، وما زالت بيضاء. العراقيين يعيشون حاضر يعني بالجوع والفقر وفقدان الأمل بالإصلاح الاقتصادي ومستقبل مجهول. إذا ما أما تحدثنا المواضيع الأخرى أستاذ كامل، عنها فيما إذا ما يتعلق تحدثنا عن تأثير الكاظمي في إنهاء الصراع السياسي المحتدم بين شركاء العملية السياسية، الكاظمي دعا مؤخرا إلى حوار ثالث بين شركاء العملية السياسية، هل تعتقد أنه ربما يكون تأثيره، تأثير الكاظمي، يعني كافيا لإنهاء الصراع السياسي؟ لا، هذا أيضا كذبة كبيرة. لو كان الكاظمي صادق في موضوع الحوار وإنهاء هذا الخصومة والنزاع لقدم يعني تنازل، وأعلن مثل بعض القيادات التي أعلنت أنها رفضت قبول المنصب رئاسة الحكومة، وحتى يترك المجال أن يتفاوضوا الصدريين و جماعات الإطار على رئيس جديد. أما أنه يتحدث عن الوفاق السياسي وأنه دخلوا بأزمة للتشكيل الحكومي، هذه كذبة كبيرة، وعليه يعني هو المسؤول عن هذا الموضوع. وكان يعني وجوده هنا في نيويورك الحقيقة للتسويق، يعني مثل ما تابعته هو أول من وصل من الوفود حتى يعني يتقرب ويسوق نفسه أمام الجهات صاحبة النفوذ، والتقى بالرئيس الإيراني رئيسي وحصل على مباركته مثل ما مر الأخبار المحلية بأنه الرئيس الإيراني قد أشاد بالكاظمي. وطبعا سوق نفسه أمام القوى الدولية، خذ وقته 4-5 أيام هو موجود في نيويورك مع مكاتب الارتباط الأمريكية الأوروبية الأممية، وبين وسوق موضوع أنه تقديسه واحترامه وطوعه للمرجعية لما ترك كل السلطات إلا أن أشاد بالسيستاني في موضوع الانتخابات والديمقراطية. ولا أدري إذا السيد السيستاني واعي لهذا الموضوع. بمناسبة الحديث عن التسويق، يعني الكاظمي يقول إن حكومته
حكومة وطنية توافقية كما حاول مرارا أن يسوق لنفسه، ولكن لماذا يتهم المتظاهرون الكاظمي بأنه يحاول ركوب موجة التظاهرات وأيضا يحاول إسكات هذه التظاهرات؟ نعم، الكاظمي دائما ما يتحدث على أنه هو ممثل المحتجين، وهذا طبعا استخفاف بعقول العراقيين. يعني هو من اللحظة التي تم الترشيح بها من قبل برهم صالح كان مرفوضا وما زال مرفوضا، ولكنه طمعه بالسلطة والوظيفة والنفوذ يبقيه أنه بحدود الدعوة أو أنه يمثل المحتجين، هو يعتبر واحدة من رموز العملية الإجرامية بالفساد والخراب والإجرام. أما موضوع يعني استهداف المحتجين بالقتل، هو كان جزء من الحلقات الأمنية وكان مدير مخابرات ويعرف من هو القاتل ومن هو المتورط بموضوع قتل المحتجين، ولم يقدم ولا شخص واحد إلى المحاسبة، لأنه ويرفض حتى الاعتراف وإقرار بأن القضاء رافض المحاسبة طبقا لمسؤولياته الدستورية والقانونية. أستاذ كامل، بدقيقتين لو تفضلتم بذلك، كما تعرفون هناك استعداد من قبل المتظاهرين لإحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين، لماذا تتخوف الطبقة السياسية من عودة التظاهرات في تشرين المقبل؟ لا أظن أنه الطبقة السياسية الحالية تتخوف، يعني هي مقدرة أنه هنالك مناسبة سيتم استذكارها وتنتهي لساعات أو أيام إذا زادت، والكل سيخضع لأنه الكل استسلم للواقع، يعني ضحى وتحرك واحتجوا، خاصة وأنه المحتجين يعني لم يحملوا خطاب صحيح يتعلق بالمشكلة العراقية وحلها. يعني هذه العدمية اللي يتحدثون بها عن إلغاء الدستور وإلغاء النظام، هذه غير مقبولة حتى للعراقيين اللي هم من أصحاب الذمة والضمير اللي يريدون الاستقرار ويريدون الإصلاح، لأنه معناها الفوضى، وسيقبلون بالواقع الحالي المر أفضل من الواقع الأسوأ الذي يأتي من الفوضى. هذا بالنسبة للوضع الداخلي. حتى بالوضع الخارجي، لن يسمح الوضع الخارجي سواء الأمريكان أو المتحدة أو الإيرانيين وكل القوى المحتاجة استقرار العراق على ما هو عليه بهذا الموضوع، بموضوع أنه المحتجين يقوموا بقلب النظام. عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لكم.